شارك رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس بالاجتماع الختامي للجنة التحضيرية الخاصة بالمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات المنعقد في فيينا. وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات والترتيبات المتعلقة بالمؤتمر، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الخاصة بالمواضيع والقرارات التي سيتم طرحها. كما اعتمدت اللجنة مشروع الإعلان المقرر تبنيه في الجلسة الختامية للمؤتمر تحت عنوان القيادة البرلمانية من أجل تعددية أطراف أكثر فاعلية تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حضرنا اليوم اجتماع اللجنة التنسيقية للاجتماع العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات في العالم كممثل للمجموعة العربية، وكان اجتماع لله الحمد ناجح. وأيضا على هامش المؤتمر وقبل افتتاحه اجتمعت المجموعة العربية بدعوة من كريمة من الأخ صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي، وعاد التنسيق العربي كما كان قبل الجائحة سواء على مستوى المجموعة الخليجية أو على مستوى المجموعة العربية لنركز على الأولويات وعلى القضايا الإسلامية والعربية حتى تطرح في هذه المؤتمرات الدولية المهمة. نتمنى إن شاء الله أن نوفق في هذا المؤتمر، وأول نجاحاته ومؤشرات النجاح هو عودة اللحمة العربية والاتفاق على كل الأولويات. وشكراً.